عالميا عمر الهلال، عمر الهلال هو من ولادة الهلال إلى وقت الاستهلاك. عالميا أقل عمر للهلال شافوه فيه بالعين المجردة كان 15 ساعة، يعني من المحاضر من طور المحاضر عقب طور المحاضر 15 ساعة شافوا الهلال بالعين المجردة. أقل شيء عالميا مسجل هذه 15 ساعة. الحين خلنا نحسبها شوي بالرياضيات. إذا جينا الليلة ليلة استهلال وحزت الاستهلال حزت غروب الشمس، عمر الهلال كان 14 ساعة. في أحد يشوفه؟ إلى الحين ما حد صار إنه شافه، لأن أقل شيء شافه كان 15 ساعة، فما حد يشوفه. بيروحون يستهلون الليلة الثانية، فبيكون عمر الهلال كان 24 ساعة زاد ال 14 ساعة اللي كانت، بيكون 38 ساعة. لكن إذا جينا في احتمال ثاني إن الليلة الأولى جينا واستهلينا كان عمر الهلال 16 ساعة وشافوه. الحين في 16 ساعة شافوا كانت الليلة الأولى، و 38 ساعة شافوا بعد كانت الليلة الأولى. تتوقعون الحجم بيكون نفس الشيء أو لا؟ أكيد الهلال بيكون في 38 ساعة أكثر، لكن هل هاي الليلة الثانية؟ لا، الليلة الأولى، لأن الليلة اللي قبلها ما شافوا. فهاي من ناحية الرؤية، من ناحية عمر الهلال. أصلاً دوران القمر حول الأرض، الفلك اللي يدور فيه القمر حول الأرض مو فلك دائري، إنما هو فلك تهليجي بيضاوي. فساعات القمر تشوفه أقرب إلى الأرض، وهاي النقطة أقرب نقطة إلى الأرض نسميها نقطة الحضيض. وساعات لا، بالعكس، القمر في أبعد نقطة من الأرض وهي نقطة الأوج. فبعد إذا جينا نستهل إذا هي في نقطة الحضيض أكيد نشوف الهلال أكبر. لكن إذا في نقطة الأوج الهلال أصغر، لكن هذه الهلال يعتبر من الليلة الأولى والليلة الثانية.